علن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسان سرر قرصون ورر دق دق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنى قوع صبتهاي مع السند كسود واد ورك صبحنا مع علن سيد ميديا وصبحنا مسبدي أخوض بحساسي أي نصو سعر فضلا نلا جوك حق حساسي محا كجراء مدحويني وري صوماليا محمد عبد الله فرماجو كتنا سولي إنو مركلا إسا الشرحو إسلا مركاسنا عيب أو كعب صدو إن وحبضان لوغ الرأي أما الدورشاد سيوين لوغو بحدلو ميد كميد أهي مسؤولين تسرع أولاها الدورشاد وقابل سن مدحويني وري صوماليا محمد عبد الله فرماجو أيا حرير أولاسو سمية ورباهينا دقاركو بينيي ورسوقا يبرها بلشاد اللسو قليي أو شيغيا إن فرماجة كتنا سولي دون مشرحن مديسا يو إنو مركلة اترتمو حلك مدحتن مدقارنك صوماليا مسؤول كان يو كقابسر مقعي عيسى يا شيغي إن مدحويني وري صوماليا قرشيه ساو يهي مدكسن أو مدلغ سو شقين يي هادان اللجوغ حلقي مناسب كاكو إهيد إنو كاميرا دالي إسلامركاسنا أو شاعيو وحاو إنتاسي كدري إن مدحويني وري صوماليا محمد عبدالله فرماجو سيداو دقسيها بدن أو شاعين دون مشرحن مديسا إيا إن برشاد صوماليا دو حقيجيو إنو حلقي سيلاواد أو تاغن يهي حلق مدحتن مدقرنكا وحو بيني مسؤول كاسي إسلامر كاسين كتري كتان كتل مامي ورر كاسي تل مامي إن فرماجة أو تناسولي دون إساقونا شاقي إن أوسان جوغين ميل أو كتناسولو ما دام بو يري دالك إيا تدكاي أباهن يهينا يو يري ساعده إلا صو دافي أيا كوحها معارضكا أي براها بلشادة إيا صحافة دقاركو باهيين إن مدحويني وري صوماليا محمد عبد الله فرماجو أو تناسولي دونا مركا أو أركي قوشا آذان مدوغة إيا كوحيجين نديسا سيدوكا لأقالكا سارة لوغة أكادي سببتو غوين إيا تناسولكا فرماجو أيا لغو شيغي عبسي أوكا قبو قول در حوغن إيا بهدل أوكا لكل مدورة شادة تاسي أو حد أي بيني سيف إلا صوماليا مدحوينيه مدحا أدكاي إيا إن مدى أهي سكود دجينا يا كل سيغا ميا سيبه بينا هكو تناسولي دونو حتى هديو هال عدحلا يوا أو سسوش رحيا رجاء أيو إسجلين أيا سيكستبها أهاتي مدحويني هوري صوماليا تيم كيسا مرحورا أيا قد كالاقليي كليا وحي أباهن يهين إن عيدا لغو رغو تاسين وحاي دعيسا مالين تدورا شادا قران كاي مدحتين مدى صوماليا ومدى صوماليا دايا طوان كدام بأي بشبرا كيسان ودى دعين أيا إسلامر كاسينا الله كباريا إنو سن مركلكو سوعلين دالكا فرماجو فهد ياسين إيا إنتا لشقيسو دينا عكال وراركي ودن بيي إن كود دو بقل حلبان أو عصوب أو كدولي مقالة مقدشو أما بكا دوفاي وحا شالي كدوفي مقالة مقدشو تيرا حلبان عصوب أهي أو كر ودافي بقل كواسي أو سفر كالدوان وغا آذي دالك دريس كلاها صوماليا يا توركيغا حلبان دانا يا قاتي فسح إياغا أغارا أو أي سنجرين عيد أفسح دي وحا أينا فسحان أو آذين إني لسو عيدان عرورتو دي يهلدو دا سفر که حلبان ده ایا دی بودی گیا دورشده مدحتن مدقران که دورشده مدحوینها یا لغو ودا این ای قبصانتو برتمها آمد ویا قدر بیش می ای بیش سوس عتو سیکستوها آهاته سفر رو ایا کلگلن مادام علمه ده ای کسوجیهین دل کدریس که ایا دی بد دینا عکل مید کمید ای مشرحین تم مدحوینها آسیون لغو سودویی مقاله مقدسه سلام مرکاسی نکمید اه میدوگ مشرحین تم عارض که مشرح مدحوينة دكتر عبد النور شيخ محمد ايا سيحير سار الله لوغو سو دوويي مقالة دا مقدشة غار اهان قرون كديارة دا هادن عدي سو دوويين كدبا يا مشرح مدحوينة ها صوماليا دكتر عبد النور وحا لو قدبيي قيبت في اي بي دا اي مدارك عالمي غا هي مقدشة هالكاسي او صحافة دا كل حدلي وحا او شيغي انو كمهد علين ايو دادك سو دوويي اي وقتي غاني بدن اتاقنا سيدي اي او سو دوويين لهايين دكتر عبد النور شيخ محمد ايا وحا او شيغي ان اسبدلك السعودة اي دورشوين كرجوكا قبان ان اللي برارة اي النبد دلك او صوهر سيدان مشرح عبد النور ايا هوري او سو نقضي وزير كا وحبرشاد صوماليا اساقا او كمدها سياسين تي قلان كالك موقضة كدح لها فلقين تا ارما سياسة ديس لمركاسين اللف دبر وها مدوغ مشرحين تا معاردكا دلكا يودبوغو سو لابتاي وحا معقول لاهي انو حلك مدحتين مدى قارنكا كو قوليشتو ما داما او يهي نين اقون ليس لمركاسين دين تنسف في عانوغو نغما كسو دوادا دقيستياش ورباهين تا علان سيدا ميديا وحان ديب او سو علين ناي هدو اللي ادمو رأيغا ددوينها ايكو حيران علان سيدا ميديا سياسة دا ايا اسبد شي هدو كسو دي ورأيغا دا بارلمانka cusub ee federaalka Soomaaliya ee si weyn loogu bahdilay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Ilaahi Farmaajo sidoo kale aqalka sare guuldarro ayaa ka soo gaartay maxay kula tahay
guushaan u soo hoyato umada Soomaaliyeed sidoo kale doorashada madaxtinimada qaranka Soomaaliya yaa la filan kara inuu ka soo baxo hadaba qaybti taleefannada ayaa dib u fureyna haduu alla yiraahdo ka soo qayb gal fadlan 3 daqiiqo ku soo koob ha ka bedelin adigoo mahadsan adigoo ka hadlaya baarlamaanka isbeddelka ku dhacay iyo guusha ay gaarin mucaaradka umada Soomaaliyeed jabka soo gaaray madaxweynihii hore Soomaaliya iyo jabka sugaya oo ah in xilka madaxtinimada qaranka looga guuleysto fadlan markala waxaan idinka codsanaynaa 3 daqiiqo inaad ku soo koobtaan si aan dad badan u soo qaadano waa mahadsantihiin taageerayaasha warbaahinta calan sida media fadlan dib u daawar keenii hore ee calan sida media xog xasaasi ah raisul wasaare maxamed xuseen roble oo kulan la qaatay gudoomiye madoobe iyo dabanacad isla markaasina dowlad tus xoogan soo bandhigay raisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayaa booqasho iyo hambalyo ugu tagay gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane aadan maxamed nuur aadan madoobe iyo gudoomiyihii ku meelgaarka ah ee golaha shacabka federaalka soomaaliya mudane cabdisalaam xaaji ahmed dabanacad raisul wasaaraha oo la afuray labadani mas'uul ayaa gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka ugu hambalyeeyey mas'uuliyadda qaran ee loo doortay una rajeeyay guul weyn sidoo kale raisul wasaaraha ayaa gudoomiyaha ku meel gaarka ahaa ee golaha shacabka ugu mahad celiyey howshii wanaagsaneed ee uu qabtay isagoo ku ammaanay sidii uu u hogaamiyey howshii doorashada guddoonka golaha shacabka oo si guul ah ay ku soo idlaatay dowlad tus xoogan ayuu soo bandhigay halka uusan weli la kulmin madaxweynihii hore soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo gudoomiyeyaashaani si kastaba ha ahaatee olole xoogan ayaa ka jira baraha bulshada iyo warbaahinta qaar dhinaca kale booliiska oo shaaciyey addooraha badda liido uu dilay saaxiibkiisii leelefow afhayeenka ciidamada booliiska soomaaliyeed oo goor dhoweed shir jaraa'id u qabtay wariyaasha ayaa faahfaahin ka bixiyey dilkii cismaan salaad daahir oo ku magacdheer addooraha badda afhayeenka ayaa sheegay in baaris uu sameeyey booliiska soomaaliyeed lagu ogaaday in dilka addooraha badda liido oo ahaa samafale dadka u gargaara uu fuliyey nin saaxiibkiis ahaa oo lagu magacaabo leelefow baaris dheer oo ay sameeyeen booliiska soomaaliyeed ayaa la helay xaqiiqda kiiska waxa uuna ka dhacay kiiskani gudaha gurigani oo waxaa isqabsaday labada shaqsi ee addooraha badda iyo leelefow oo ah ninka addooraha badda la jilayay filimada labadoodii oo dad muxsiniin ahay ay u soo diraan lacago oo ay ku caawiyaan bulshada soomaaliyeed ayaa khilaafka ka dhashay cadadka lacagta oo batay ayay ku sababtay labadoodii inay isku gacan qaadaan oo midkood ku dhinta halkaasi ayuu yidhi afhayeenka sidoo kale waxa uu sheegay in markii hore shucayb leelefow oo ah ninka dilay saaxiibkiisa addooraha badda uu isku dayay in uu maran habaabiyo kiiska oo uu dusha u saaray kooxda al-shabaab hase yeeshee markii dambe ay caddaatay in uu asiga dilay gacanku dhiiglaha waxa uu qirtay inuu isaga geystay dilka uu khilaafka dhex maray oo mindi la isku dhuftay kadibna bistoolad ayaa laysku adeegsaday ayuu yidhi afhayeenka sida ku cad warbixinta uu qoray gacanku dhiiglaha waxa uu sheegay in lacag 60,000 oo doolar ahi iyo ka badan ay dhexdooda taallay oo isku khilaafeen bastoolada iyo mindida laysku adeegsaday allaha u naxariistee marxuumka ayaa waxa uu ka mid ahaa ciidanka booliiska soomaaliyeed wuxuuna ahaa darajadiisa isbatoore wuxuuna ku howlanaa inuu ciidda ka farxiyo caruur agoon ahay iyo kuwo aan waxba haysanin oo aad u tabaalaysan si kastaba ha ahaatee magaalada muqdisho ayaa aad looga yaqaanay dhinaca kale hay-adda nisa oo soo bandhigtay sargaal 8 sano ka tirsanaa ururka al-shabaab taliska hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka koonfur galbeed ayaa soo bandhigay mid ka mid ah saraakiisha ururka al-shabaab ee muddada dheer ka tirsanaa kooxdaasi sargaalkani lasoo bandhigay ayaa waxaa lagu magacaabaa ciise cumar deerow isaaq wuxuuna ka mid ahaa dagaalyahanada jubbaland sida ay sheegeen saraakiisha hay-adda nisa ee koonfur galbeed sargaalkani ayaa kooxda al-shabaab ka tirsanaa muddo 8 sano ahay wuxuuna ka soo qayb qaatay dagaalo badan oo ay kooxda al-shabaab ku qaadeen maamulka jubbaland ciise cumar deerow oo warbaahinta la hadlay wuxuu sheegay in uu qayb ka ahaa dagaalo dhowr ahi oo ka dhacay gobollada jubbooyinka iyo bay sargaalkani waxa uu sheegay in sababta uu u soo goostay ay qayb ka tahay go'aaminta gobollada uu ka soo jeedo taasoo uu ku tilmaamay fikir qaldan oo shacabka lagu dhibaateeyey sidoo kale hay-adda nabadsugidda ayaa soo bandhigtay hub uu kala soo goostay al-shabaab oo ay ka mid yihiin 2 qori oo AK-47 ah 1 BKM ah iyo 2 jeex sababta uu kooxdani ugu soo baxay ayuu sargaalkani ku sheegay inuu fahmay dhibaatada ay shacabka ku hayaan wuxuuna ugu baaqay dhallinyarada kale ee weli kasii tirsan ururka al-shabaab inay isaga soo baxaan saraakiisha ciidamada hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka koonfur galbeed ayaa dhankooda u mahad celiyey ciise cumar maadaama uu ka soo baxay ururka al-shabaab dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka